مرحبا، اليوم راح أحكي لكم قصة فنانة هزت عرش أم كلثوم. نعم، هزت عرش أم كلثوم. فتحية أحمد تعتبر من أهم المطربات في ذاك الوقت، وكانوا يسمونها مطربة القطرين. صوت فتحية أحمد صوت جميل جدا وأصيل جدا ومشابه لصوت أم كلثوم. ميزة هذه الفنانة أنها ارتبطت بصداقة قوية جدا وعميقة مع أم كلثوم. صداقتهم استمرت لأكثر من 60 سنة. والجميل في الموضوع أنه الصديقتين فتحية أحمد وأم كلثوم انولدوا في نفس السنة وتوفوا في نفس السنة. والغريب في الموضوع أنه حتى النشأة لفتحية أحمد كانت مشابهة لنشأة أم كلثوم. طبعا نشأت فتحية أحمد في بيت واحد منشد اسمه أحمد الحمزاوي، كان له صيت كبير ذاك الوقت. بدايتها الفنية كانت كممثلة، كانت مع نجيب الريحاني، وبعدين انتقلت إلى فرقة أمين عطالله، قدمت مسرحيات كثيرة جدا إلين عام 1927 قررت أنها تعتزل التمثيل. ومن عام 1927 إلى عام 1933 قررت فتحية أحمد أنها تعتزل الفن نهائيا، لكنها رجعت مرة ثانية بقوة وافتتحت حديقة سمتها جنينة فتحية تحت الكوبري الإنجليزي. وقبل ما تفتتح الجنينة حقيتها قررت أنها تكون فرقة استعراضية مهمة ذاك الوقت، واكتشفت ممثلين وكانت تمثل مسرحيات كثيرة إلين سن 50. هنا اعتزلت الفن نهائيا. وعلى الرغم من أنها ممثلة إلا أنها ما قدمت إلا فيلم واحد اسمه حنان مع بشارة وكيم ومع تحية كاريوكا، وكانت سنيدة البطلة. طبعا مشوارها الفني تخلل لأنه كانت تغني في كثير من الأفلام مع فريد الأطرش مع فنانين كثار، وكانت تغني دوبليج، يعني كانت تغني وتسجل صوتها ولكن ما تظهر في الفيلم، وكانت الممثلة أو البطلة بطلة الفيلم تعمل نفسها هي اللي تغني. ضيعتكم شوي، أنتم بتسألون الحين بتقولوا لي طيب كيف هزت عرش أم كلثوم؟ أنا أعلمكم السالفة. تصدقون نسيت السالفة؟ إيه تذكرت. زي ما قلت لكم فتحية أحمد وأم كلثوم كانوا صديقات جدا بشكل ما تتخيل، يعني كانوا يحبون بعض إلى درجة الجنون، ما يفترقون كل يوم مع بعض. ومرة وفي مرة كانوا مجتمعين عند أم كلثوم بيرم التونسي وزكريا أحمد وفتحية أحمد وبحضرة أم كلثوم. أم كلثوم حبت تمازح صديقتها، قالت لها أنا قعدتك في البيت وقعدت كثير من الفنانين في البيت لما غنيت. تعرفون نعرة الفنانين أحيانا كذا يعني يجيهم داء العظمة. ردت عليها فتحية قالت مش صحيح يا سومة، أنا أقدر أغني وأقلب الطاولة. قالت لها أم كلثوم طيب يلا وريني حتعملي إيه. قالت لها طيب أوكي، أعطيني بس الجماعة اللي عندك بيرم التونسي وزكريا أحمد خليهم يعملون الأغنية. وفعلا سووا أغنية اسمها يا حلاوة الدنيا. يا حلاوة الدنيا، ايش اقول عنها؟ يا حلاوة الدنيا من اجمل الاغاني اللي انا سمعتها في العصر الذهبي. طبعا غناها سيد مكاوي، حبيب قلبي سيد مكاوي، وفي حلقه ان شاء الله باذن الله راح اتكلم عن سيد مكاوي حلقه مطوله. الاغنيه هذه نزلت في اسطوانه كسرت الدنيا ووقفت شغل ام كلثوم. 1958 نزلت اغنيه يا حلاوة الدنيا كسرت الدنيا، ووقفت مبيعات كثير من الفنانين، وأصبح المنتجين وأصحاب الملاهي الليلية والمسارح يطلبون فتحية أحمد عشان تغني عندهم يا حلاوة الدنيا. كلثوم حست بنجاح فتحية أحمد في أغنية يا حلاوة الدنيا، قالت لها عملتيها يا فتحية؟ قالت ما أنا قلت لك. بس كانت أم كلثوم سعيدة جدا لنجاح صديقتها، لأنها كانت تحاول ترجعها للوسط الفني بأي شكل كان. هذه الأغنية تعتبر هي آخر أغاني فتحية أحمد، بعدها اعتزلت الفن نهائيا وتفرغت لمرافقة صديقتها أم كلثوم في أي مكان تروح. وفي 3 فبراير 1975 توفت سيدة الغناء العربي أم كلثوم. عاشت فتحية أحمد بعد رحيل صديقتها 8 أشهر فقط لتفارق الحياة في 5 ديسمبر 1975 بنفس السنة اللي رحلت فيها صديقتها الغالية أم كلثوم. تحياتي.
حلاوتها لما تشبعي انا وانت واللي في بالي حلاوتها.